هل ذهبت دماء الشهداء والأولياء لنعيش تحت وطأة الفاسدين؟ فهلموا معا لنصرة العراق، لا لنصرة مقتدى، لنصرة العراق. ومن شاء نصرته فلينصر العراق بدون ذكر اسمي، لا من قريب ولا من بعيد. فأنا من هنا أعلن فنائي في الوطن وحب الوطن من الإيمان. أكرر، وإن أي واحد من الحكومة إذا رفض صوتكم لا بد أن يتنحى. اليوم أعلن أن أي أحد من أفراد الحكومة لا يمثلني على الإطلاق، بل هو يمثل نفسه، وإن تعاطف معنا أو انتمى إلينا ماكو فرق، كلهم شلع. اليوم هو ملزم بالإصلاح، بل الإصلاح الجذري.